الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه ورضي عنهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذا البرنامج خير الكلام من قناة بينونا. قصة رائعة جميلة جدا ذكرها الله عز وجل في كتابه، قصة نبي من الأنبياء. هذا النبي أوتي ملكا وشيء عظيما، سخر الله له كل شيء، الريح والجن والماء، حتى أنه يعرف لغة الحيوانات. دعا الله عز وجل أن يعطيه ملكا لن يناله أحد بعد ذلك، مستحيل. فدعا الله عز وجل أن يأتيه ملك استثنائي بالنسبة له. دعا الله نبي للأنبياء دعاء مستجاب، فأعطاه الله عز وجل. الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والجن يعملون له ما يشاء من بناء وما إلى سوى ذلك. مر على واد النمل قالت نملة ادخل مساكنكم، سمع صوتها. تخيل انت ماشي تسمع صوت حيوان، يعني هذا الحيوان تسمع ايش يقول وايش يتكلم، شيء عجيب. فسمع صوت، يعني انت تسمع صوت الحيوان، صوت حيوان له صوت مسموع، وتسمع صوت انسان، تسمع صوت انسان لان له اداه كبيره جدا تحمل هذه الأداء على إسماع الصوت من مسافة بعيدة. لكن نملة، يعني لو حتى عندها مكبر صوت ما تسمع الحشيش، كيف هي سمعها الصوت سليمان نبي من الأنبياء. هنا إشارة يا جماعة، الإنسان لا ييأس من روح الله، لا تيأس. عندك شيء ارفع يدك له واطلبه من الله سبحانه وجل وعلا، وربك حي كريم يستحمل العبد إذا رفع يديه أن يرد الله عز وجل السؤال هذا. المهم هذا مش حديثنا نحن، لكن الشيء بشيء يذكر. لكن شوف عظمة الله عز وجل وقدرته. فالمهم الله عز وجل أعطى هذا النبي هذه، يعني هذه الخاصية، سمع صوت نملة من بعيد ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. فتعجب من قولها وحمد الله سبحانه وجل وعلا. وهذا شأن الإنسان الصالح أنه يحمد الله في كل شيء. اللهم هذا من الشاهد من بداية حلقتنا نحن، تفقد الهدهد، يعني يسمع يعرف لغة الطير. تخيل يمر العندليب ويمر حذلك الهدهد ويمر مر الحمامة ويمر أي طير وتعرف شو يتكلم. سبحان الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء. فالمهم كان يتفقد، فتفقد الهدهد. قال وين الهدهد؟ يعني وهدد هدد سليمان الهدهد، أما أني بخبر ولا سيجد العقاب. فما كث غير بعيد جاء الهدهد. قال وين؟ قال يا سليمان يا نبي الله أحط بما لم تحط به، على سعة ملكك، لكني أنا وصلت إلى أناس يعبدون الشمس ما يعرفون الله. أوه قوية هذه، وين وصل الطير هذا؟ كم مشى آلاف الكيلومترات لأن حول ملك سليمان. قال حط بما لم تحط به، جئتك بنبأ يقين، جئتك من سبأ وجئتك. قال ماذا وجدت؟ قال وجدت امرأة تحكم أناس ويعبدون الشمس،
قالها طيب, طيب اذا هذا لازم نتخذ في حقهم اجراء, ارسل لهم هديه يعني او ارسل لهم رساله يرجعون بالخبر لسليمان. فالمهم ذهب هذا الكتاب الودود الى من الى بلقيس, فوصلت هذه الرسالة إلى بلقيس. المهم وصلت إلى بلقيس. شوف هنا المرأة العاقلة الحكيمة الرزينة, يعني رأى أمر سليمان يذعن لله عز وجل ويرجع إليه. طيب الآن ماذا تفعل؟ سليمان عنده قوة وعنده, ف هي دخلت ذلك الإجراء الرابع, شاورت من حولها, أشير علي, قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك, خلاص أنت ماذا تفعلين, نحن عندنا القوة والعتاد. لكن هي كان عندها العقل والحكمة, والمثل بعض الناس يقول شاوروهن خالفوهن, هذه لا, هي عندها العقل وعندها الحكمة. وكم من امرأة فاقت رجالا حكمة وعقلا واتزانا ورزانة, هذا يهب الله عز وجل من يشاء. فالمهم الشاهد من الكلام, قالت أنا برسل لهم هدية وأنا أعذر بما يرجع المرسلون, أنا برسل لهم هدية وشوف شو ردة الفعل إيش يبون. وأرسلت هدايا ضخمة, فأرسلت سليمان قالت تمدونني بمال, لا أعطانا الله عز وجل أعظم ما أعطاكم أنتم, أتمدون الإيمان لأن يأتيناكم جنودا لا قبل لكم بهم. خلاص يعني أنتم إذا ما أتيتم مذعنين عندي جند أنا لا تستطيعون أن تهزموا. جاءت مباشرة, شوف العقل الحكيمة كيف اتخذت هذا القرار وجاءت إليه. سليمان شاور من حول ماذا نفعل وكيف نفعل, فقال من يأتيني بعرشها؟ قال أنا قبل أن تقوم مجلسك واحد من عفريت الجن قال أنا أجيب لك عرشها. لكن اللي عنده علم وعنده قوة وعنده حكمة قال قبل أن يرتد إليك طرفك, يعني حركة العين, يكون عرشك موجود, عرشها موجود عندك, كرسية عرش الملك. لما جاءت رأت صرحا ممردا من قوارير أرضية كلها زجاج, كشفت عن ساقيها قال أنه صرح مرد من القوارير وشما, أسلمت وأذعنت واتبعت الحق وكانت مسلمين. المهم شاهد الكلام هذا الموقف الرائع اللي اتخذته هذه الملكة, أنها مستن يعني استفرت برأي. هنا نظام يعني نظام الشورى, الإنسان يرجع للآخرين ويشاورهم, وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم, كان يشاور, وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشاورون. ومن استفرد برأي كانت أخطاؤه أكثر من الصواب, حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معنا نبي ورسول في رحلة المعراج, لما وصل إلى سمع السابعة ورأى الجنة ورأى النار ورأى حتى يعني وصل سدرة المنتهى وتجاوز الأنبياء صلى الله عليه وسلم. في رجوعه مر على موسى عليه السلام, قال تعال يا محمد ماذا أمرك ربك؟ قال بخمسين صلاة, قال ارجع لربك وسله التخفيف, تراهم ما بيقدرون, خبرت بني إسرائيل ما قدروا على خمسين على قوة كثرة العبادة, ارجع لربك وسله التخفيف. هنا بدأ التشاور, ذهب إلى الله عز وجل وسائر وراد وسائر وراد لين ما وصل خمس صلوات. يا جماعة نحن خمس صلوات مقادرين الله نصلي, الله العظيم أصبحت الصلاة عند البعض خمس صلوات, لما إيه وقت العشاء يقول تونا نصلي ما وحل الوقت إن نصلي. أصبحت يعني كيف إذا كان خمسين صلاة, يعني خمسين صلاة تقسم على 24, يعني أنت كل نص ساعة تصلي,
كل نص ساعة، كل ساعة لربع أنت تقوم تركع. إذا حياتك كلها صلاة، ممكن أوقات تريح فيها أربع خمس ساعات، لكن بعدين تضاعف عليك. لكن ربنا رحمن ورحيم. الشاهد أن جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه يعني يشاور. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور، كان يستشير استشار جبريل، حتى استشار الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء الأعداء إلى المدينة يشير عليه عدد كبير فوق 10,000 وفي المدينة من فيه، ماذا يفعل؟ هذا يشير وهذا يشور عليه بشيء فلاني وهذا. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم، فشاوره بعضهم فقال سلمان سو الخندق، فكانت غزوة الخندق. حتى لما جاءنا استغربوا يعني العدو كيف هذا اللي يعني كيف الفكرة جاءت بالاستشارة. استشير الإنسان الآخرين فيأخذ الفكرة ويطبقها حتى لو كان ما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هذا الصلح بين وسلم وبين غير المسلمين، صلح على قواعد وعلى أسس. فلما جاء عندنا اتصال، زين ما نكمل القصة، زين حديثنا عن الشاور الاستشارة لها أهمية عظيمة جدا، سنكمل القصة. لكن عندنا اتصال هام مع الدكتور عمار حسن إبراهيم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. حيا الله دكتور، كيف الحال؟ وشوق إليكم والله. كيف صحتكم؟ بخير الحمد لله رب العالمين. يا مرحبا دكتور، حديثنا عن الاستشارة. وأنا صراحة بدأت من مقدمة قصة بلقيس، وكيف أنها كيف هذه المرأة العاقلة الملكة الحكيمة لما يعني مع أنها القوة عندها قوة، لكن كانت تحافظ على من عندها. قالت فألمهم الشاهد أنها استشارت من عندها. فضيلة الشيخ، فضيلة الدكتور، نحن يعني في حياتنا لابد أن نستشير الآخرين. يستشير الإنسان يستنير بعقول الآخرين، يستنير بحكمتهم، بعلمهم، بفطنتهم، بما لديهم من خبرة، بما لديهم من علم، بما لديهم من فهم، حتى يسدد قوله، حتى يسدد هذا الفعل، حتى تقل الأخطاء ويكثر الصواب، وحتى يصل الإنسان إلى هدفه في أقرب طريق وينال ما يرجوه ويبتعد عن الخطأ وما إلى سوى ذلك. هناك مجالات كثيرة الإنسان عليه أن يستشير الآخرين. بعض الناس الدكتور يعني عيبنا عقله، يقول الله يظن أن عقله يعني يوزن بلد مثل ما يقولون، فيظن أن عقله هذا يوزن البلد ما يحتاج أن يستشير حد وما يشاور حد، فينفرد برأيه. هذا أظن الدكتور اللي ينفرد برأيه، حتى ينفرد برأيه حتى في محيط الأسرة، وستتحدثنا تحدثنا عن الاستشارة حتى في المحيط الأسري، حتى الزوجة ينفرد برأيه عن زوجته، والله هذا البيت ما أظن ينجو من مشاكل ومن أخطاء وما إلى سوى ذلك. والزوجة إن لم ترجع وتشاور زوجها يعني ستجد في بيتها كثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح وتحتاج كذلك إلى بيان. فضل الدكتور، يعني الحديث معك أنت ممتع. مجالات الاستشارة التي لابد الإنسان أن يدخل فيها في مالها. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلت شيخنا الكريم، الشورى والاستشارة مبدأ إنساني عقلي شرعي يدل على سعة أفق الإنسان بأن يستعين برؤى الآخرين إلى هذا المشروع من عدة اختصاصات، من عدة جهات، ولا يوجد مشروع يستطيع الإنسان أن ينفرد فيه برأيه. لا يمكن إلا أن تكون هذه القضية لها مجال اقتصادي، مجال مالي، مجال التخطيط، مجال الهندسي، مجال العقل، مجال الفكري، مجال العملي، مجال الوظيفة، كما تفضلت الشيخ الكريم، مجال الأسرة. هذا العلم لا يمكن أن يتأتى لإنسان واحد في هذه اللحظة، وهذا الذي
بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف متعددة، كان يقول أشيروا علي أشيروا علي، فيقوم أبو بكر وعمر ويقوم المقداد رضي الله عنهم، ثم يعيد يقول أشيروا علي أشيروا علي، فيقوم سعد بن معاذ يقول كأنك تريدنا يا رسول الله. فكان الرسول عليه وسلم يريد أن يكون الجميع صاحب القرار، أن يكون الجميع مشارك في هذا الموقف، حتى لا يكون إنسان مغلوب على أمره أو يرى أنه قد هضم حقه في هذه القضية، فالكل مقبل بحيويته بماله بنشاطه بنفسه حاضر في هذا الموقف، ولا يفرق وسلم بين الكبير الكبير والصغير والرجل والمرأة. نعم صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام حتى في لما جالس ابن عباس على يمينه فيخيره ويستشيره بأن يعطي حقه لخالد بن الوليد، جميل، ولا يقبل الطفل ابن الخمس ست سنوات، فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم رأي هذا الطفل، صحيح، وينمو هذا حتى يصبح من كبراء الصحابة، ثم يبعد عن مجالس عمر بعد 20 سنة، فيقولون ما لك تسعد يا أمير المؤمنين تدعو أحداث الأسنان هذا الطفل، هذا شاب صغير، يقول لا تعرفون من هذا، هذا اللي كان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أفردت الحلقة لهذا الموضوع جزاكم الله خير. فمجالات الأشورة، مجالات الاستشارة، هي على عدد مجالات الحياة، سواء على صعيد الناحية الشرعية والدينية أو مجال العمل الوظيفي أو مجال الأسرة أو الحياة الزوجية أو التعليم، التعليم صحيح. نعم، وكما تفضلتم شيخ الكريم، ربما تركزون على الجانب الأسري على وجه التحديد، صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أوتي من حكمة، وكان الله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل عليه وحي، صحيح، في القصة التي تفضلتم فيها في الحديبية، ولكن يأخذ رأي أم سلمة، وهذا يرد على من يقول أن المرأة لا تستشار، بل إن الله أوكل كثير من الأمانات، شهادات النساء، اختصاصات النساء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذه أمانة وهي مؤتمنة عليها، وهي التي تسأل شهادات الجنايات. بلقيس عليه بلقيس عليه السلام، يعني كانت هي يعني كانت انفردت برأي بعد أن شاورت من معها، فكانت أفضل من الرجال الذين كانوا معها. نعم صحيح. ورأي أم سلمة كما تقول، صحيح، أم سلمة، نعم، رفع الله العذاب عن الصحابة وعن الأمة برأيها بأن يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا حتى تاتع حالقك فيحلقك ثم تنحر فيرونك فيفعلون كما فعل، ارحمهم يا رسول الله، وتكرر ارحمهم يا رسول الله، اعذرهم يا رسول الله، فتلتمس العذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغضب وحتى يكون الشيء الأصلح لحال الأمة. الآن نحن في مجالات الأسرة وشاركنا في كثير من المؤسسات، كانت جل المشاكل التي تأتينا أن الزوج ينفرد برأيه في الأساس، المرأة تحب لون خاص، تحب نوع الطعام الذي تتقنه، تحب أن تلبس اللون الذي يناسبها وذوقها، فيا حبذا لو أن كل زوج يتخصص في مجاله ويكون مجال الاستشارة حتى للأولاد، حتى للأطفال في قضية النزهة، في قضية السفر، الكل يشارك، طالما الكل سيسافر، الكل يأكل، الكل يشارك في الرحلة، الكل يلبس، الكل يسكن في هذا البيت، إذا يكون المجال لجميع أفراد الأسرة، كل واحد يعطي رأيه، ولا ينفرد الإنسان أو يرى أو يتعنت، بل يعطي فسحة. وأنا متأكد والله أن بعض الأزواج، بل بعض الآباء المسلمين سيفرحون باختيارات أولادهم، صحيح، ووجهات نظرهم. وقد سعدت جدا البارحة في المركز عندما طرحت على طلاب المركز اختيار شخصية لعمل ما، والله وفقنا توفيق استشارة الأطفال، وشاركنا طلاب المركز في وهم أطفال في ملتقى التحفيظ، فأثنى مدير الملتقى ثناء خاصا على آراء طلبة المركز الذين شاركوا،
لأن هؤلاء أهل الاختصاص في هذه المسألة. ماذا يسعدكم؟ ماذا يفرحكم؟ ماذا تحبون أن ترون في مركبكم؟ ماذا ينقصكم؟ بدل ما أن تكون يعني للمحافظين. وهنا فضل دكتور الانفراد بالرأي أو أن يستفد الإنسان برأيه خاصة فيما يتعلق ب الآخرين، يعني مثل ما تفضلت في محيط الأسرة فيما يتعلق بالبيت، الزوج يشاور والزوجة تشاور، ما يتعلق بطعامه، يتعلق بنزهة، ما يتعلق بتعليم، ما يتعلق بزواج، الإنسان يشاور الطرف الآخر، لا ينفرد بهذا الرأي، وإلا كان الخطأ أكثر من الصواب هنا. فضل نعم في يعني هل هناك يعني الآن لو تكلمنا عن الاستشارة في المحيط الأسري، هل هناك ضوابط في هذا الجانب؟ أم يعني الآن يقول مثلا لربما يقول الزوج أو الأب مثلا هؤلاء لا يفهمون، أنا صاحب الفهم وأنا عندي الخبرة وماذا سأستفيد منهم؟ هو لا شك على الإخوة وخصوصا الشباب أن لا يتسرعوا في اختياراتهم، هم آراء الآباء محفوظة بمقاماتهم وعلو هممهم و ما لهم من الكرامة والقدر، فهؤلاء يستفاد من رأيهم. بالمقابل الآباء الحكماء من المسلمين يراعون التطور، كما كان سيدنا علي رضي الله عنه يوصي الآباء يقول إنهم خلقوا لغير زمانكم، إنهم خلقوا لغير زمانكم، فكان دائما في نظرة التطور، ما دخل على حياة الناس من الرفاهية، ما دخل على حياة الناس من الوسائل الحديثة، فدائما الإنسان ما يطبق كل ما يعلمه، وإذا أراد أن يطبق حتى لو كان هذا الأمر حقا أو أمرا صحيحا يستخدم الحكمة، يستخدم التدرج، يستخدم ما يكون العنف في فرض الرأي. وهذا الذي مدح الله سبحانه وتعالى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن باب اولى اذا هذا يقال للنبي الرحيم صلى الله عليه وسلم الذي هو انسان عادي، باب اولى ان يضبط نفسه، لان رايه قد يكون فيه الخطا، قد يكون فيه الصواب، قد يكون فيه يعني مجانبه للحق احيانا من جانب التعصب. دكتور في المتتي هناك مشكله، كيف يتصرف يعني الزوج وتتصرف الزوجة؟ هل في بداية المشكلة أن تشاور أم عليها أن تنظر بصبر، أن تتعامل معه، أن تتفاهم معه؟ فلربما البعض يعني مثلا يقول عند وجود أي مشكلة أو أي عارض في الحياة الأسرية مباشرة أن والله أنا صراحة بستشير، تحمل الهاتف أو يحمل الهاتف يكلم المختص أو الاستشاري أو الشيخ مثلا، أو يكلم الأسرة مثلا، أو يكلم سين وعين من الناس. هل نأمر بداية بسرعة الاستشارة هنا أم بالتريث والنظر ويعني يحتاج الأمر إلى التأمل أكثر أم مباشرة أنه يشاور؟ أحسنت والله، سؤال ممتاز جدا، وهذا دفعني إلى إجراء دراسة على استشارات ربع سنوية ليست يعني على المدى البعيد، وجدت 95% تدخلات خارجية من المشاكل، من المشاكل الأسرية وبالأرقام وبالتدقيق. هذا يتم فيها فيما جاءنا في الربع السنوي، وسبحان الله جل المشاكل اللي مرت علي خلال 4 أشهر كانت هذه مشاكل يعني تدخلات خارجية، أصدقاء غير متخصصين غير متفاهمين، أو المستشار له مصلحة بأن يعني يغلب كفة على كفة، وتعلم بالنسبة للقاضي لا يقضي وهو جائع وهو غضبان وهو مهموم وهو محزون، يجب أن يكون هذا الإنسان الذي يستشار متجرد صحيح من جانب العاطفة أو التحيز. لذلك يجب أن نتخير هؤلاء وننظر لحجم المشكلة، هل هذه المشكلة تستحق أن تخرج خارج غرفة النوم، خارج بيت الأسرة، خارج العائلة، خارج الوالدين، خارج من يحبوننا ويريدون لنا الخير؟ وكنت أطرح أسئلة في دورات المقبلين على الزواج، يعني والله شيء مخيف، ثقافة أحيانا يقول لك أضربها، يقول لك أطلق، يقول
مبادرات يعني تعسفية أحيانا، ثم لما نطرح القضية ونطرح الحل ويتعجبون هل ممكن أن نجد حل لهذه المشكلة بدون الضرب بدون الطلاق، فيدل على أنه أحيانا المقبلين على الزواج بحاجة إلى آليات، صحيح، إلى تحجيم المشكلة، إلى النظر إلى من نلجأ. متى وإلى من؟ يعني هي تحتاج إلى متى يلجأ؟ وإلى من يلجأ؟ أحيانا الصورة يعني الصورة اللي تنقل لوالد الزوجة مثلا، صحيح، والد الزوجة إذا ما كان إنسان متفهم واعي مثل سيدنا أبو بكر جاء ليلوي عنق عائشة رضي الله عنها، وكيف كيف كيف ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك، وهي احتمت برسول الله لأن تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أرحم خلق الله، يا والله. ثم يقول لها كيف رأيتني وقد حملتك من الرجل، كيف رأيتني، ويضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. يرى أبو بكر أن الزوجان الرسول صلى الله عليه وسلم وابنته تصالحا، قال أدخلتماني في حربكما فأدخلاني في صلحكما، أضحكان مما تضحكان. فكان نعم الوالد نعم الأب المتفهم، الوالدة إذا استطاعت دائما قلب الأم أكثر على ابنتها ممكن تستوعب أو ترحم، ما تريد أن يخرب بيت بنتها وتلجأ إلى التضحية وتلجأ إلى حلول، تعلم بنتها مثلا الصبر والحلم، وأن الرجل أحيانا يكون عصبي أو شديد يحتاج إلى فترة، خصوصا السنة الأولى كل ما يحصل في السنة الأولى بين الزوجين هذا لا قيمة له، لا يعبر عن أخلاق الزوج، اكتشاف العادات واكتشاف الأخلاق واكتشاف الطباع، حياة جديدة 100%، خصوصا أنا أقول هذا في المجتمعات المسلمة والمجتمعات العربية بسبب عدم وجود فرصة التعارف قبل الزواج، فالآن هي فرصة تعارف، فأي خطأ يجب أن لا يضخم، وأن يكون هناك العفو ورحابة الصدر واللجوء إلى أهل الاختصاص الذين هم خصوصا في المؤسسات الذين خضعوا لاختبارات وخضعوا لدورات بأنه لا يتدخل، ما رجعتنا مشكلة أحيانا المستشار هو السبب، صحيح، قد يكون يميل إلى جانب أو ربما تقول له ولهم مآرب أخرى وأحيانا ضعف الخبرة كما الكريم، أي والله كما ذكر عن أحد القضاة قال شكى المدعي فبكى القاضي وشكى المدعى عليه فبكى القاضي، قالت زوجته يا سيادة القاضي حكمت لهذا وحكمت لهذا، قلت لهذا معك حق وقلت لهذا معك حق، قال والله وأنت معك حق، يجب يكون واحد صاحب خبرة الله يجزيه خير يقبل في القضية، الله يجزيه خير وكلامك حق فضيلة الدكتور، نلقاك إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل معنا في هذا الاستوديو إن شاء الله. أشكرك على تواصلك ولك الشكر على طرحك. الله يحفظك. جزاك الله خير. نأخذ فاصل أيها المشاهدون ثم نعود إليكم. مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد. القصة اللي نكملها اللي ذكرتها في بداية الحلقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، لأن كان في اتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة ألا يعتمروا، مع أن الرسول كان محرم صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا محرمون يعني لابسين الحرم، لكن كان الاتفاق ألا يحرموا في هذا العام، والإحرام يكون العمرة تؤدى في السنة القادمة، احصر الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما يؤدي العمرة ولا بس الحرام خلاص اتفاق. وشوف هنا أهمية التزام الاتفاقيات وعدم الاكتئاب وخيانتها، الوفاء بالعهود مع مسلم أو غير مسلم، وهذه صفة المؤمن أنه لا يخون لا يغدر لا يخلف العهد والوعد. قام صلى الله عليه وسلم قال الصحابة خلاص احلقوا رؤوسكم أنت محصر، واتفق بينه وبين أهل مكة أنه ما نعتبر هذه السنة أن يستنى عقبها. فالصحابة ما ينظروا بنظرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف ما شعور هالسنة إذا لن نحلق رؤوسنا، فحث أمر صلى الله فقام صلى الله عليه وسلم يعني أمرهما، طبعا هم ليس لم يريدوا أي أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لربما يغير رأيه فقط من هذا المبدأ.
فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة قال ما هم قال أمرتهم فلم يستجيبوا. فهي فهمت القصة، أم سلمة كانت امرأة عاقلة فأشارت عليه. شوف كيف الاستشارة، أشارت عليه قال ابدأ أنت احلق رأسك، ما قال لا أنت شعر رحت أنا نبي ورسول وقائد وأنا وأنا وأنت ومن وأنت امرأة وأنا رجل وأنت لا، مع أنه في مسألة مصيرية وتخص آلاف كانوا مع 1500 أقل أو أكثر عدد مش هين. فقام صلى الله عليه وسلم أمر الحجام الحلاج شل الشعر. لما رأى الصحابة أن الأمر قد قضي وانتهى، يعني ما في ذهاب للعمرة هذا العام، قاموا أخذوا يحلقون رؤوسهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أخذ برأيها، الأمر يؤخذ والاستشارة تؤخذ، الكبير والصغير والرجل والمرأة، ربما كان الحق معه. كونك أن تنفرد برأي معين تستفرد له، لربما يكون يعني الخطأ معك وفي جانبك وفي جهتك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور عبد الله، كيف الحال؟ الله يسلمك. الله يجزيك خير. بارك الله فيكم الشيخ. والله صراحة فرصة طيبة أنك نحن ناخذ اتصال معك يا فضيلة الدكتور. والله أنا أتشرف. الله يجزيك خير. الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء. الله يجزيك خير. فضيلة الدكتور، حديثنا اليوم عن الاستشارة. الاستشارة يعني مبدأ رائع جدا، ومن يأخذ به لن يقع في خطأ، وربما كان مصيبة في كثير من أقواله وأفعاله. فضل الدكتور لكن نحتاج إلى صفات المستشار، سواء كان ما يتعلق في الجانب الديني، سواء كان ما يتعلق في الجانب الأسري، سواء كان ما يتعلق في الجانب الاقتصادي. وفق الإنسان إذا اختار المستشار المؤتمن الذي يستطيع من خلال استشارة هذا الإنسان لذلك الرجل أو لذلك لتلك الشخصية أن يحقق المراد وأن يصل إلى هدفه. أقول أبو محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة محمد طرحكم الله لهذا الموضوع طرح جميل جدا، وأنا قل أن أسمع من يتكلم في موضوع جميل اجتماعي يمس حياة الناس بمثل هذا الموضوع. الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يطلب منه الاستشارة، لا شك ولا ريب أن كلنا يعرف أن الاستشارة والمشورة أمر مذكور في كتاب الله عز وجل وفي سورة من القرآن اسمها سورة الشورى. طيب في هذا محمد تنبيه خفي أو تنبيه بالإشارة لنا، يا أيها المسلم، يا أيها الإنسان، عندما يطلب منك أن تبدي رأي في موضوع معين تذكر أنك تتقرب إلى الله عز وجل، وأن هذا من حق المسلم على المسلم، وأن هذا من تمام النصيحة للآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلب منك رأي في مسألة معينة فكن ناصحا أمينا له. هذه النقطة لابد أن تكون موضوع نصب أعيننا. بعض الإخوة من يعملون في مجال الاستشارات يقول أنا عندما يأتيني شخص يستشيرني يقول والله العظيم أضع الجنة أمام عيني وضع النار أمام عيني، لأن هذا رجل محتاج إلى رأي. أقول كلمة يمكن يترتب عليها ثمار بين رجل وزوج، يمكن أقول كلمة قد يترتب عليها طريقة في تعامل الأبناء، فلابد أن الإنسان يكون متقي لله عز وجل. ثم أيضا لابد على هذا المستشار أن يحتسب الأجر في الاستشارة. بعض الناس يأتي شخص استشيرة يقول ما عندي وقت ودقيقتين ويخلص وياه وبسرعة بسرعة، يا فلان الفلان هذا الرجل اختارك من بين الناس وعرض عليك مشكلته، احتسب الأجر فيه وتأجر فيه. يمكن استشيرك إنسان في مسألة اقتصادية وتشير عليه بأمر معين فيظل يذكر لك هذا الجميل إلى أن يلقى الله عز وجل، ويمكن بعض الناس يستشيرك في مسألة تربوية في طريقة تربية الأبناء وإنك تشير عليه برأي طيب بعد ما سمعك وأنصت له، فيكتب الله عز وجل في هذه الاستشارة من البركة شيء أنت ما تتوقعه. وكثير من أهل العلم انتجه للعلم معين أو ألف كتاب معين لأنه شاور
خيرا أعلم منا وأخبر منا وأشاروا عليه برأي طيب ورأي سديد وانتفع بهذا الرأي انتفاعا كبيرا. أنا أذكر مرة محمد يعني شوف الإنسان قد يلقي كلمة الخير وما يلقي لها بال. كنت رايح إحدى المدارس عندي محاضرة فجاءتني إحدى الأمهات تقول لي بأن عندها بعض الأبناء يعني عند بعض المشاكل وعند بعض الأمور وبعض الأشياء وكان موسم الحج قريب. فقلت أختي الكريمة ودي الولد هذا الحج يمكن الله يكتب الله يهديه يعني الله يهديه ويحمل المسؤولية هناك. ألقيت هذه الكلمة صراحة كنت على عجل وماشي بسرعة ومرت الأيام رحت نفس المدرسة أعطي محاضرة استقبلت هذه الأم وقالت أنا سبحان الله وديت ولدي الحج ووجدت هذا الأمر تأثير عجيب وتأثير عظيم. فلذلك لابد نحن ما نحتفر شيئا أي كلمة. ثم أيضا محمد إذا جاءني شخص عند مشورة لابد أن أنصد وأن أصغر لأن بعض الناس ما يستوعب الموضوع. هذا عند مشورة في جانب قد يكون دقيق لا تعرف شو موضوع بالضبط نحمل الموضوع. لابد أن يكون المستشار مصغي جيد ومستمع جيد يعني صح لأن نصف الإجابة ونصف المشورة تكون بقوة الفهم وحضور الذهن. أحسن محمد إن أحيانا مرات قد نحن نتصور موضوع بطريقة معينة فيكون الأمر لا ذاك مخالف على خانة التعبير أو ما قدر يعبر بشكل جيد فلابد إني أنا أنصر لهذا الشخص إنصافا جيدا. ثم أيضا محمد والله من أعظم صفات المستشار أن يطبق الحكمة الجميلة رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واحد يقول كيف هذا الأمر؟ يا واحد يشاورني أنا عبد الله الكمال في موضوع اقتصاد يقول لي يا فلان ترى أنا ما أدري في هذه المواضيع شو رأيك أحكي لك على واحد متخصص في جانب العقارات أو بيع الأراضي أو تجارة معينة بيفيدك هذا الإنسان. جاء واحد يشاورني بشتري سيارة معينة يا فلان أنا ما عندي علم بالسيارة شو رأيك أحكي لك على بعض الأشخاص يفيدونك في هذا العلم. إياك أن تبدي رأي في مسألة أنت ما تعرف الرأي فيها. أحيانا يأتيك بعض الناس يشاورك في موضوع طب والمعلومة أن المسائل الطبية ما يخوض فيها إلا الأطباء لا تجيب في مثل هذه الأشياء وأحبه على جهات الاختصاص. من الصور المؤلمة اللي مرت علي محمد واحدة من الأخوات صارت حادثة طلاق بينها وبين زوجها تقول أنا سألت تربيتي وشاورت تربيتي قالت هذه الطلقة لا تقع. طبعا هذا كلام مرفوض وهذا كلام غير مقبول أبدا لأن مثل هذه المسائل يجاب عنها من خلال جهات الاختصاص. ثم أيضا حقيقة من القواعد المهمة في المستشار انصر أخاك ظالما أو مظلوما يعني بمعنى لا تجامل على حساب الحق. لكن عدم المجاملة ما يعني أني أرابك في الكلام إني أتكلم وياه بالكلام الطيب. جاء واحد يشاورني إيش لجنة مديرة في العمل وأنا من خلال الحديث معه مثلا تبين لي أن المدير هو الغلطان تبين لي أن طالب المشورة هو المخطئ برفق وبهدوء لا أحمل ذاك المدير المظلوم الخطأ ولكن أقول لطالب المشورة يا فلان الفلان أنا عندي لك رأي تفضل شو رأيك تتغير من سلوكك في العمل تبكر في الحضور للعمل أو غيره. أنا مطالب أني أكون مع الحق لا مع فلان ولا مع علان بالذي هي أحسن وبالكلمة الطيبة وبالأسلوب الجميل. ثم أيضا محمد من أعظم صفات المستشار أنه ينصح الناس بما يناسبهم لا بما يناسبه هو. بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يستطيع يحفظ في اليوم 10 أوجه من القرآن. يجينا واحد مبتدئ يقول كم أحفظ في القرآن؟ أحفظ في اليوم 5 صفحات 10 صفحات. ترى هذا مبتدئ ما يقدر يحفظ 10 صفحات. شوي شوي على الناس انصحه بالشيء اللي يناسبه. واحدة من الأخوات تأتي وعندها مشكلة مع زوجها شاورت ربيعتها يا فلانة يناسب بيت جنتي ما يناسب بيت فلانة فانصحيها بالشيء المناسب لها. لا تقول لها مثلا ما وده وخلي يسفركم خلي يطلعكم يمكن قدرات الزوج ما عنده المقدرة. صادق محمد لذلك لابد أنها تنصح بما يناسب حال طالب النصيحة وطالب الاستشارة. ثم أيضا محمد من النقاط الصفات المهمة جدا إني أكتم هذه الاستشارة. ترى والله ابو محمد يأتيني شخص يستشيرني في أدق أمور الأسرية هذا أحسن أفهم فيه وهذا أطلعني على بعض الأمور الخاصة. العاقل يكتم أسرار الناس ولا يفشيها أبدا حتى لو إليها أو مثلا يقول والله جاءتني سويت كم الوصف ما يفهم أن السين هو اللي سأل أو شاور. وهذا والأسف الشديد يقع فيه بعض الناس. أي واحد طلب منا المشورة كأنك بعد هذه المشورة لا رأيت ولا دريت ولا سمعت حتى لو انتشر الخبر بعد ذلك لاحقا لا تتكلم وأيضا لا تمن على الناس.
بعض الناس يقول لك انا شرت على فلان الفلاني بكذا، ترى هذا خاف انه يحبط اجرك ويقلل الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا محمد النقطه الاخيره اذكرها، في بعض الحالات من الخطا الكبير اللي اخوض في التفاصيل، واحد جاي لي عنده خلاف مع زوجته، الان الخلاف واصل الى مرحله الطلاق، الان مثلا من الخطا الكبير اللي اعرف من الصح ومن الغلط، الان واجبي كمستشار اني الملم شمل هذه الاسره، ذكر يا فلان فمن عفا واصلح، الان المقام مو مقام انت صح وانت غلط، او البحث عن عيوب الطرف الاخر فيما لا علاقه له بالموضوع. نعم الان المقام مقام الملم الشمل، اما عيوب الطرف الاخر وشو قال فلان وشو قالت الزوجه، الان المقام ليس هذا المقام، وانما المقام مقام ان الملم شمل هذه الاسره. ثم ايضا ما اطيب ان يكون المستشار يعطي بعض النصائح التي تكون فوق الاستشاره، بمعنى واحد يقول لك انا والله اشتكي من الضيق ومن الهم، بين له بعض الاشياء، قول يا فلان عليك بالطاعه، بر الوالدين، الصدقه على الفقراء، روح شارك في بعض الانشطه التطوعيه، الان عطيت امور اخرى وفتحت ذهنه لاشياء كبيره وكثيره جدا، وهذه امور كلها الانسان يعني حتى في طالب وباب النصيحه وباب المشهور الاخرين استمد في هذا المدد والعون والتوفيق من الله عز وجل، وكلنا يتبرأ من حوله وقوته، وآراءنا هذه مجرد وجهات نظر لا يمكن أن نلزم بها الآخرين، لكن نقول الكلمة الطيبة متذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. فضل الدكتور أنا يعني أريد في نقطة هامة جدا، يعني بعض الناس خاصة في بعض ما يتعلق بالقضايا الدينية أو كذلك الأسرية، أحيانا قد يكون ذلك الإنسان عنده فكر منحرف، فيقول أنا ما علي بالفكر المنحرف، أنا أخذ من المشورة بالشيء الفلاني مثلا أو أستشير في جانب معين. طيب يقول يا فلان هذا ينتمي إلى جماعة، ينتمي إلى حزب، ينتمي إلى فكر منحرف، هو لا يتصور خطورة هذا الجانب، فيقول أنا فقط أدخل معاه في جانب استشارة في جانب الآخر فيما لا علاقة له في هذا الجانب، فهل ننصح بأن يكون يعني الإنسان يلجأ إلى هؤلاء في الاستشارة والأخذ منهم؟ ابو محمد حقيقة يعني من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الإنسان عندما يشاور بعض أصحاب التوجهات المنحرفة، وبحمد حقيقة من الأمور المؤلمة في بعض هؤلاء الناس أنه قد يتعمد دس السم في العسل، وعنده إسقاطات من طرف بعيد، وعنده بارك الله فيك أمور ورموز يشير إليها، وهذا أمر مرفوض، وهذا أمر نقولها ديانة لله عز وجل، لا ينبغي بل يقول الإنسان لا يجوز مشاورة هؤلاء. الحمد لله رب العالمين، أصحاب التوجه الطيب، أصحاب الولاء الطيب، أصحاب الكلمة الطيبة موجودون وبكثرة، ولكني أروح أشاور بعض الناس ومن عندهم لوثة في مناهجهم ولوثة في أفكارهم، فإن هذا خطأ كبير جدا، وهذا حقيقة قد يورد بعض الناس الموارد العظيم ويطيح في أشياء يندم عليها لاحقا لأنه مشاور غير المؤتمن في منهجه وفكره وتوجهه. الله يجزيك خير دكتور على الكلام الطيب، أشكرك على التواصل معنا وإحنا شرف وفرز. الله يجزيك شكرا. شكرا دكتور عبد الله الكمالي على تواصله وعلى ورد. طبعا لما أنا أستشير يعني لا يظن الظن أن لما أستشير هذا إقلال من قيمتي أو هيبتي أو مكانتي، لذلك من موانع الاستشارة أن الإنسان يظن نفسه أن أنا كيف أنا وصلت العمر الفلاني والمنزل الفلاني أشاور فلان وعلان، لا يعني هذا مانع من موانع الاستشارة عند البعض، ولذلك يكثر من الخطأ أو يستمر في الخطأ أو يحصل عنده في بيته أو في عمله أو ما إلى سوى ذلك ما سوى لذلك أخطاء. لماذا؟ لأنه لم يقم بما تمل عليه الاحتياطات من أخذ الاستشارة من الآخرين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتوفيق والسداد في الأقوال والأعمال، وأن يديم علينا الأمن والاستقرار والحفظ والرعاية. نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.